بص يا أستاذ أحمد، هذا عندني جنب 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ليه بحسب بعد مرتين كده؟ إن الجنب ده طرفاني، وعندي جنب الضيق وجنب الزاوي وشرح، فيبقى 1 2 3. أدي جنب هنا 4 5، جنب الخزنة دي مع الخزنة دي 6 7 8 9 10. يبقى أنا عندي 11 جنب، عمق 60 في 90. ممكن أقيس نفس الكلام على فوق برضو، 10 جنب فوق، عمق 40 سنتي في ارتفاع 70. خلاص نخش على القرص. زي ما قلت لك يا استاذ احمد، ان لو هعمل وزر خشب، بنزل الجنب ده لحد الاخر وارفع القعده، وارفع القرصه دي، القعده دي فوق، واعمل وزر. في الحاله دي ان القرصه دي بتبقى لطش من فوق، ودي بتبقى من جوه الجنب، فالمقاس بيختلف، فتبقى القرصه مش زي القعده. بس لو هعمل رجلين استلس، الوضع بيختلف. تمام. فبالتالي يبقى عنده قرصتين، عدد 2 قرصة. لو المقاس ده مثلا 112.5، يبقى عدد 2 قرصة زائد قاعدة 112.5 في عمق 60. نخش على الزاوية، 87.5 في 87.5، 2 قرصة زائد قاعدة زاوية 87.5 في 87.5. ممكن اطلع لها طبعة على الحيطة بتاع الزبون، يبقى افضل معايا سدابتين خشب، معايا حتة ابلكاش، معايا الكلام ده كله. انا شخصيا بسلخ الابلكاش على 60 سنتي، واروح اطلع الزاوية، وباخد حتة ديت للزاوية وبربعها عشان اشطفها هناك على ابوها واشوف اشتغل فيها ازاي. تمام. نخش على المقاس اللي بعده. المقاس دوت عندنا الخانة دي 81.5، 81.5 تقريبا، 81 تقريبا، بلاش 81.5. يبقى عدد 2. خلي بالك برضو احنا بنتكلم كل ده مقاسات مش يعني دقيقة 100%. انا مثلا ايه عشان نفهم الدنيا بس بتتحسب ازاي. يبقى 2 قرصة زائد قاعدة، خلاص احنا فهمنا بقى ايه 81 تقريبا في عمق 60. يبقى خلي بقى مش 2 بقى، يبقى 4. ليه الاثنين دول زي بعض؟ انا جيت في الاخر كده وعامل لك دولاب، دولاب هيبقى من الارض لحد فين، من القعده لحد ايه اول القطعه اللي فوق، عامله لك 50 سنتي. في الحاله ده برضو، بس ال 50 سنتي دول هيبقى قرصه برضو. يبقى عدد 2 قرصه زائد قعدة 50 سنتي في عمق 60. خلاص. في الحالة ده احنا هنقسم جنبين من العشرة اللي احنا عدناهم فوق ده هم، عشان انا كنت حاسبهم، وهنعمل 2 جنب. خلاص. والحتة اللي تحت 90 سنتي، و60 سنتي في النص، ادي 110، وفوق 70، يبقى اجمالي 180. صحيح كده. تاني نرجع مع بعض، 90 قطعة تحت و60 من تحت وفوق، يبقى 150 و70 يبقى 220. تمام. يبقى 220. انا كان عندي ايه، كان عندي خطأ في الجامع، يبقى 60 و90 150 و70 220. يبقى طول الجنب 220 سنتي. كام يا عم؟ 50 في 60 عمق. تمام. لا، 220 في 60 عمق، 220 في 60 عمق. ده دولاب. لو عايز اوضح كل مقاس كده اوضح. يبقى انا كنت حاسب الجنبين دول جنبين قصيرين، وبعدين رجعت افتكرت ان هم يبقوا ايه، هيبقى دولاب بالطول من ماسك القعده ايه من فوق مع بعض. كده احنا خلصنا القرص، فاضل عندنا الدولاب. في ناس بتستنى تجمع مطبخها، وانا افضل كده، وبعدين نطلع دولفه. وفي واحد بيعرف يطلع مفصلات، ممكن هيشتغل بالنص ركبه، او هيشتغل بالركبه الايه، بالركبه الكامله. تمام. معلش ان بس سريع على المطبخ كده، يمكن ما تكونش متناسقه، بس ايه حاجه سريعه عشان الحق اعمل الفيديو بس. تمام. يبقى بعد اجيب بقى مقاسات الدولف، مثلا ال 112.5، اشوف العرض كام واقسمه على 2 وازود تخانات. لو انا هشتغل بالنص ركبه، مش هشتغل بالركبه الكامله، هقيس من جوه جوه وهزود سنتي ونص للضلفتين، وسنتي للضلفه الواحده. انا بشتغل كده. تمام. وسنتي للضلفه الواحده. خلاص. يبقى هبدا اطلع مقاساتهم وهكتبهم معايا، وبعد كده اخش على البرنامج اللي انت هتلاقيه عندي على الـ على الـ على الصفحه على اليوتيوب، اللي هو بيقسم الالواح، وندخل له المقاسات كلها
ويطلعنا محتاجين كام لوح، تمام. وبرضو الفيديو ده هنبقى نعمله مع بعض وهنضيفه على ال وهنرفعه على الصفحة كمان إن شاء الله. أتمنى يكون الكلام وصل أستاذنا الغالي. السلام عليكم.